السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا. اليوم ان شاء الله غادي نديرو بسيطلات ولا محينشات على حساب الورقه. الورقه الا عاونتني بغيت ندير محينشات ديال الكفته مع خيزو جزر مع شويه الكركاع مع الفرماج مع واحد الكومبوط ديال التفاح. نحاولوا نديرو اما بسيطلات اما محينشات اما بريوات على حساب المستطاع وعلى حساب الورقه كيفاش تلف لكم. نبداو ان شاء الله. المقادير عندي هنايا 250 غرام ديال الكفته ديال البقري، عندي هنا بصله كبيره مشلضه، عندي واحد المعلقه ديال سكنجبير طري، عندي قول 120 غرام ديال فيرميسال مفزق ومقطع بالمقص، عندي هنايا ثلاثه ديال التفاحات حيت لهم القشره ودرتهم مباشره في الكاسرونه مع طريف ديال الزبده، ما درتش ليهم الماء، خليتهم حتى هبطوا. منين هبطوا وانا نزيد عليهم واحد المعلقه ديال النشا باش ما يبقاش فيهم الماء. عندي 100 غرام ديال الفرماج محكوك، عندي هنايا 200 غرام ديال الجزر محكوك، وعندي 100 غرام ديال الكركاع، وغادي ندير واحد جوج معالق ديال البغاليني. وبالنسبه للفرماج المثلث عندي واحد ثلاثه، هنا تقدو ديروا فرماج المثلث، تقدو ديروا شويه ديال الجبن باش الكفته تفزق لينا تجي فازقه، اولا تتستغناو على هاد الفرماج المثلث وديروا في بلاصتو بيضه. دابا غنمشيو ان شاء الله نبداو القليه ديال البصله ديالنا. هي الاولى غادي ندير البصله، ما نسيت ما قلت لكمش كاينه زيت بلديه، ها هي غندير واحد المعلقه، ما تكثروش لان الكفته راه تكون فيها تيكون فيها ليدان. غادي ندير الملح والبزار، وغادي نشعل النار تكون مجهده كما تنقول لكم ديما باش البصله ما تطلقش الماء، حيت ملي تنشعلوا النار تكون مجهده ملي تنبغيو نحمروا البصله ما تطلقش لينا البصله الماء. دابا بعد ما شحرات ليا البصله شتي ها هي ما بقاش فيها الماء، حيت كما قلت لكم شعلت عليها بنار مجهده. دابا غادي ندير الكفته ديالي، غندير الكفته ونحاول معها فوق العافيه تطلق، نزيد واحد شويه السكنجبير باش يدخل فيها وغنرد فوق العافيه. طبيعه الحال الا خصني الملح والبزار راني غنزيدهم. بالنسبه لي انا الكفته هي وجدات، غادي نديرها صفة باش تطلق الماء باش هذاك الماء ما يطلقش ليا في الورقه، وناخذ المرقله في نفس الوقت غندير فيها حاجه اخرى. دابا انا غنحيد هذه خطر الماء، المقله غادي ندير فيها نصبق الجزر هو الاول، الجزر غندير ليه شويه ديال الزبده، هو ما غنديرش ليه زيت بلديه، غندير ليه شويه الزبده شويه ديال السكنجبير، ندير ليه الملح والبزار. وغنرد كلشي فوق العافيه مع شويه ديال الزبده يتشحر. كما قلت لكم انا درت فيها شويه ديال الزبده، ها هي حيت الزبده مع الجزر تعطي واحد المذاق زوين. بالنسبه للجزر تا هو غنديرو يتصفى، حيت داك الماء ديال الكفته رديتو فيه باش لدد ليا الجزر، يعني داك الماء ديال الكفته اللي صفيت ما لحتوش، انا غنديرو تا هو يتصفى. وغادي ندير الفيرميسيل ديالي، ها هو غندير لي سكنجبير، ندير البزار، وغندير الملح، وغادي ندير صوص صوجة. غندير قياس معلقة صغيرة. دابا هدا تا هو غنديه تشحر وباش نجمع العناصر كاملة. انا خلطت الفيرميسان بعد ما تشحرت، زدت على الجزر اللي مشحر، زدت على واحد المعلقه ديال البغاليني، هنا تيبقى غير اختياري هو تيعطي مذاق زوين.
الا بغيتو تزيدوه. هنا ما حدا بقى سخونه غنزيد الكفته ديالي اللي قطرات، راه تقطر الماء بزاف الكفته. دابا غادي ندير واحد الزلافه تكون شويه كبيره باش نخلط العناصر كامله. وهاد الحشوه بطبيعه الحال انا ما غنعمرش فيها حتى تبرد. نزيد الفرماج المثلث محدو سخون، انا بالنسبه ليا درت فيها التفاح. تقدو ديرو بوعويد نفس الطريقه، حتى هو ديروه في الكاسرونه يطيب، تحيدوا ليه الجلفه. بغيتو ديروا له شويه تحليو حليو، انا التفاح ما درتش الحلاوه، خليته طبيعي غير طريف ديال الزبده حيت ما بغيتش يجيني حلو. الفرماج ما حد الكفته باقا سخونه، انا التفاح على زدتو حيت الكفته تجينا ناشفه وفي العود ما ندير شي كريم ولا شي حاجه. قلت فكرت في الفكره ديال التفاح، تجي الكفته رطبه تجيش ناشفه، الكفته اصلا تتنشف واخا تنديروا الجبن ونديروا اللي درنا. بالنسبه للكركاع سخنته واحد شويه وهرمشته، 100 غرام هذه ديال الكركاع. نحاول نبرد هكا شويه تبرد ليا الحشوه ديالي باش نزيد الفرماج. نحاول نبردها باش نعمر حيت الا ما بارداش الورقه غادي تطرطق. نخليها بحال هكا حتى الاخر عاد نزيد هاد شويه الفرماج. هنا اللي ما بغاش يدير الجبن المثلث تقدي ديروا الجبن العادي، راه حتى هو تيجي فيها مزيان. تعوضوا به الجبن، تقد اللي ما بغاش يدير كاع الجبن يدير البيض. فهاد المرحله الاخرانيه منين طاب كلشي تنهزوا جوج بيضات ولا بيضه وحده على حسب الكميه. دابا نسيو الكفته نديروا جوج بيضات ونجمعوا به الحشوه باش تصيب تجمع لينا ونعمروا بها الورقه، يا بريوات يا بسيطلات. يا بعد ما بردت الحشوه ديال الكفته البقري اللي كنا درنا مع خيزو مع الفرماج، دابا غادي نقطعوا الورقه. انا قطعت كل ورقه قطعتها على 4. انا بغيت باش المحينشه تيجوني شويه كبار، درت الورقه بحال هكا على 4 واني انا دوبلتها. علاش؟ لان الا ما دوبلاتش تتقطع ليكم بحال هكا. دوبلت المحنشه شويه ديك الورقه في الوسط، غندير واحد شويه ديال البيض هنايا مع شويه سنيده خلطته. غادي نزيد نحط الورقه الاخرى هنا تجي النص على النص باش تفورسي ليا شويه الحشوه ملي تكون هنايا ما تطرطقش ليا الورقه. وهنا الورقه ضروري ديال خاصها تكون شويه جديده، ماشي شويه، تكون جديده. لان الا كانت قديمه انت بغون ندوروا المحنشه ديالنا تطرطق. غادي نجي لهنايا تنفوت هنايا بواحد جوج صبعان وتنحط الحشوه. هنا نتوما تتحكموا في المحنشات قداش بغيتوهم، واش بغيتوهم عامرين، بغيتوهم رقاق، بغيتوهم. انا هنا بغيت نديرهم بين وبين. ها نطوي هادي عندي هنايا وتنخرج الهواء ما نخليش ونبرم حتى تنحس بها عامره. هنا برمت، هنا الى جاني هذا كثير تنقطعو هكا شويه بيديا وتنلف وندير شويه الزيت نلف نلفها تنرد ليها هذا ديالها لتحت. وهذا اللي تيبقى بحال هكا تندير ليه الصفر ديال البيض وتنحاول ندخلو هنا باش يتبت. ها هو تبت. غنعاود لكم وحده اخرى. هنا راه تقدو تخدمو بالربع الا بغيتوهم صغيورين، تخدمو غير بحال هكا ديروا الحشوه هنايا وتبرموا. انا غندير لكم وحده صغيره تشوفوها. يا
يعني هنا نقدو نخدمو غير وحيدة صغيرة اللي بغاهم صغيرات، من بعد واحد كيشيلو الخشبة، كاين اللي تيبدا من هنا، كاين اللي تيبدا من هنا، كاين اللي تيبدا من ها ونلف. الا كنت غنديرها صغيره ما تنبرمش، ما تنعاودش الورقه، بارك عليا ورقه وحده ها شتيها، تيجيو ميني صغار ها هما شتيها. اللي بغاها كبيره تقدو تاني تبداو الحشوه من هنا، هنا تيبقى غير اختياري، انا غندير وحده اخرى نيت صغيره وغنبدا الحشوه من هنا، غير فين ما ارتاحت ليكم يديكم خدموا. ها ونبرم دائما مع دهن، دهنوا يديكم ودهنوا الورقه باش ملي تكون تطيب تجي مقرمشه، وهاد البلاصه هذه حاولوا لصقوها باش ملي تندوروا المحنشه ما تطلعش لينا. ها وتندور المحنشه ديالي ها شتيها، هذا اللي تيبقى تندير ليه شويه الصفر ديال الصفر وتندخلو هنا. ها شفتي تنقلب وتندخلو هنا باش تيتبت، هو غير مع البيض راه واحد الوقت صافي غادي يشد بلاصتو. ها شوفوا الفرق، راه نفس الحشوه هذيك بديتها من الفوق، هذه بديتها من التحت، ويني انا غادي نخدم هذا القياس الكبير، انا بغيت هذا القياس هو اللي بغيت، هو اللي غادي نخدم، هذا قياس صغير انا بغيت هذا ما بغيتش هذا. دابا انا غنخدم جوج ورقات، انا غنوريكم دابا الطريقه كيفاش تحافظوا عليهم. تديروهم هكا في بلاستيكه، تديروا كاين الفرق بيناتهم وتحطوهم بحال هكا باش ملي تبغيو تجبدوهم ما تيتقاسوش بعضياتهم وما تيتهرسوش. بحال هذه، هذه دابا الا ما لصقاتش ديروا لها غير بحال هكا، ملي تجبدوها من سميتو تتكون شدات في راسها. عند في الوقت ديال الطياب تقدو ديروا ليهم شويه ديال الجنجلان، ما لصقوهمش بزاف باش منين نبغيو نجبدوهم ما نطرطقوهمش. وعاود ثاني نلف هذه على حساب البواطه شحال غادي تهز ليا، ها هما كملوا صافي. ندير ليهم هكا ونسد عليهم، وهنا احتفظت بهم في المجمد. ها المحنشات ديالنا بعد ما كملوا في اللف ديالهم، تتشوفوا نص كيلو ديال الكفته شحال عطاني بالنسبه للمحنشات كبار، تقريبا راه شي 22 بياسه تماك. ما تردوش تجربوا هاد المحنشات، الكفته مع التفاح، هذاك الكومبو ديال التفاح مع الفرماج مع خيزو، عطاو واحد المذاق رائع، جاو بنان وجاو خفاف، يعني الكفته ما بقاتش ثقيله ولات خفيفه لاصوص ديالها. تنتمنى انكم تجربوهم، وإلا ما بغيتوش ديروهم كبار ديروهم صغار. والناس اللي ما تتوفروش على ورقه البسطيله يعجنوا العجينه ديال المسمن ويحاولوا يديروا غير تقريبا قياس حبه ديال حمصه ديال الخميره باش ما تجيش العجينه خامره، ويرقوها مزيان ويخدموا بها هاد المحينشات. تنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم بارطاجيو وديروا جيم وفعلوا الجرس باش ان شاء الله نتفاعلوا معكم دائما ونوصلوا لكم دائما الجديد حتى لقلب بيوتكم. الى تعاونتوا معنا وفعلتوا الجرس وتابونيتوا، والسلام عليكم.